بن الدليوي الكتبي من وصل بالتوقيت الزمني 13 دقيقة 6 ثواني وجزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس. أيضا هنا تتواصل التحديات والشوط الثامن الخاص بفئة القعدان الثنيان المهجنات. الأصايل والمسافة هي 8 كيلومترات مسافة ورحلة هذا الشوط، بداية مع المركز الأول مع مقدمة الشوط. وهنالك شاهين مع الانطلاق الأول، شاهين مع الاندفاع الأول، رصاص بن سالم بالرصاص العامري متواجد مع أول الانطلاقات وأول الاندفاعات، بينما المركز الثاني نتابع نجد من ينطلق مع ثاني التحديات، ومطر بن عتيقة بن مطر القبيسي متواجد في الملكية، والمتابع من يقدم لنا نجد مع المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى ثالث التحديات، وهنالك المختبر عفاس بن صالح بن كريبي المري من يأتينا مع المركز الثالث، ويقدم المختبر مع ثالث التحديات في هذا الشوط، بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام هنا الوصول والانطلاق من شاهين خليفة بن علي بن خليفة الرميثي من يأتينا مع المركز الرابع. انتقل مباشرة إلى خامس التحديات والأسماء الواصلة والمنطلقة، هنالك من يتواجد سراب راشد بن دنان الشامس يأتينا مع المركز الخامس. 5 أسماء منطلقة ومنفردة عن بقية المراكز. نتواصل مع سادس التحديات وهنالك الأسماء الواصلة، ومع سادس المراكز من ينطلق صوغان سعيد بن معيوف بن سالم الدرعي من يتواجد مع المركز السادس في هذا المسار وهذا التحدي، بينما المركز السابع وهنالك الحوت من ينطلق مع سابع التحديات. خلفان بن احمد بن بطي القبيسي قادم مع المركز السابع، بينما المركز الثامن وهنالك الباز بريك بن سعيد بن صالح المري من ياتينا مع ثامن التحديات. انتقل مباشره الى تاسع المراكز، وهنالك شعار سالم بن غارم بن علي المنصور يقدم لنا شاهين مع المركز التاسع وعاشر المراكز. ختام هذه الجولة هنالك المحترم، مرحبا بالمحترم وقدوم المحترم عبد الرحمن بن مقبل المطيري من يأتينا مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام عبر سيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي، من تنقل لنا هذا التحدي وهذا الحدث الجميل الواقع في عاصمة الميادين الوثبة، من تحتضن هذه التحديات وهذه الشعارات. أعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق، إلى الاندفاع وإلى التميز، هنالك المتواجد مع المركز الأول شاهين من يتواجد على مقدمة وصدارة هذا الشوط، والسلالة الشاهينية التي تفرض وجودها على مقدمة الشوط، السلالة العريقة، السلالة المتميزة. وهنا رصاص بن سالم أبو الرصاص العامري متواجد ويقدم لنا شاهين مع المركز الأول مع الاندفاع الأول، منطلقة باحثا عن الناموس، باحثا عن الفوز والانتصار، وناموس الوثبة غير. وهنا رصاص بن سالم بالرصاص العامري من ينطلق باحثا عن هذا الناموس الغالي، بينما المركز الثاني أيضا هنالك شاهين مع المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام خليفة بن علي بن خليفة الرميثي من يأتينا مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا نتابع ثالث التحديات، يتواجد مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام نجد مطر بن عتيقة بن مطر القبيسي من وصل وتسلل إلى ثاني المراكز. المركز الثالث شاهين خليفة بن علي بن خليفة الرميثي يتواجد مع ثالث التحديات، بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا على أجزاء هنا التواجد والانطلاق مع المركز الرابع.
نتابع هنا وصول المختبر عفاس بن صالح بن كريبي المري من يصل وينضم إلى رابع التحديات مع الأربعة كيلومترات. انتصفنا المسافة 8 كيلو، هنا 4 كيلومترات انتهت وابتدينا بأربعة كيلومترات. هنا الواصل المختبر مع المركز الرابع عفاس بن صالح الكريبي المري، بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام المتواجد والمنطلق سراب راشد بن دنا بن فارح الشامسي يتواجد مع المركز الخامس. 5 أسماء متميزة، 5 نجوم، 5 عمالقة متواجدة على مقدمة الشوط، لكن نتابع المركز السادس وحتى المركز العاشر، وهنالك الأسماء القادمة ومنطلقة بحثا عن الناموس، بحثا عن الفوز والانتصار. هنا من يصل مشاهدينا متابعينا الكرام صوغان سعيد بن معيوف بن سالم الدرعي يقدم لنا صوغان مع المركز السادس. المركز السابع هنا وصول وانطلاق من الشهم وشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من يصل مع المركز السادس في هذه اللحظات، لكن هنا من انضم وانطلق المحترم، وصل المحترم بهذا الشعار المحترم لينضم مع سادس التحدي. عبد الرحمن بن مقبل المطيري يتواجد على المركز السادس. المركز السابع هنالك صوغان سعيد بن معيوف بن سالم الدرعي يتواجد مع المركز السابع، وثامنا شعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي متواجد صعب المضمرين يقدم لنا الشهم مع المركز الثامن. 9 التحديات، 9 الانطلاقات، وهنالك زحل سعيد بن عامر بو علي العويسي من يتواجد مع المركز الثامن، بينما المركز التاسع وهنالك مشكور عبيد بن سالم بو ظفيرة العامري، مرحبا بك يا بو ظفيرة من ينضم مع 9 التحديات. المركز العاشر هنالك شاهين سيف بن ساري بن بلوش المزروعي مع المركز العاشر. هذه النتيجة وندان الثاني ل10 الأسماء المتقدمة، كما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة بأشواط الشيوخ أصحاب السمو الشيوخ في تمام الساعة 2:30 في من مساء هذا اليوم. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحديات، نعود إلى المركز الأول، وشاهين منذ البداية وحتى هذه اللحظات سيد الموقف ومسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط، ورصاص بن سالم بن رصاص العامري على المركز الأول، العامري على المقدمة، العامري مسيطر، العامري من يقود هذه المسيرة، مسيرة النجوم، مسيرة الأبطال. وهنا شاهين من يتقدم بهذا الشعار الجميل، ورصاص بن سالم بالرصاص العامري متواجد، بينما المركز الثاني وهنالك نجد مطر بن عتيقة بن مطر القبيسي من يتواجد مع 3 التحديات. المركز الثالث المختبر بدأ بالاندفاع يصل مع المركز الثالث عفاس بن صالح بن كريبي المري مع 3 التحديات، بينما المركز الرابع هنا المتواجد شاهين خليفة بن علي بن خليفة الرميثي، 2 كيلومترات، 2 كيلومترات ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، ما تبقى عن الناموس وعن الحزام الأخضر. وهنا بدأت الأسماء القوية، بدأت الشعارات الكبيرة، الشعارات العملاقة بالوصول. هنا وصول السعر هادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي، أيضا هنالك شاهين مرحبا بهذا الشعار الكبير وأبناء المملكة العربية السعودية مع هذا الشعار محمد بن حمد بن سليمان آل جبرين يصل وينضم إلى 6 التحديات. شاهين المنطلقة، بينما المركز 7 وهنالك المتواجد زحل سعيد بن عامر بن علي العويسي، أيضا هنالك الأسماء القادمة والواصلة، هنالك نجد سيف بن علي بن راشد بن سويلم، لكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى مقدمة الشوط.
أعود إلى المركز الأول، شاهين لا زال على مقدمة الشوط، شاهين لا زال على المركز الأول، لكن نجد نجد احتل المركز الأول، نجد تسلل إلى مقدمة الشوط. مطر بن عتيق بن مطر القبيسي مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني التحديات، وهنالك الأسماء المنطلقة والمنضمة مع المركز الثاني والمتواجد هنا، شاهين خليفة بن علي بن خليفة الرميثي مع المركز الثاني، وثالثا يتواجد الكريبي مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، عفاس بن صالح بن كريبي المري يقدم لنا هنا من خلال هذا الانطلاق الجميل المختبر مع المركز الثالث. لكن أعود إلى مقدمة الشوط، الله يا نجد، نجد مسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. مطر بن عتيق بن مطر القبيسي مع المركز الأول، ويسير بخطى واثقة نحو ذلك الناموس الغالي. المركز الثاني المختبر، عفاس بن صالح بن كريب المري القادم من دولة قطر، القادم من الشحانية، وحامل هذا التحدي الجميل مع المركز الثاني المركز الثالث. أرحب بالشعار القادم، أرحب بالاسم القادم، وهنا نجد سيف بن علي بن راشد بن سويلم قادم، وهنالك الأسماء المعلنة عن انطلاقها، اللامع معضد بن خليفة بن راشد المهيري قادم، وأيضا هنالك الرصاصي قادم، ما زحل سعيد بن عامر بو علي العويسي. لكن إلى مقدمة الشوط، الله الله الله، انطلق المختبر، غادر المختبر بالمركز الأول بناموس هذا الشوط وأبناء دولة قطر مع هذا الشعار. الله يا المختبر، المختبر مشاهدينا متابعينا الكرام، لكن أرحب بهذا الأملاك، أرحب بهذا البطل. نجد من وصل، نجد من أعلن انطلاقه، سيف بن علي بن راشد بن سويلم، تهانينا تهانينا والناموس لمالك نجد سيف بن علي بن راشد بن سويلم، من حسم هذا الشوط من صالح. بينما المركز الثاني وصل مع ثاني التحديات نجد مطر بن عتيق بن مطر القبيسي. المركز الثالث وصل المختبر، المختبر من وصل مع المركز الثالث، عفاس بن صالح بن كريبي البري. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، اللامع مع ضد بن خليفة بن راشد المهيري. بينما المركز الخامس وصل مع خامس التحديات، وصل هنا الفارس بخيت بن علي بالخصواني المنصوري، من وصل مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، بانتظار التوقيت الزمني لحظة وصول نجد إلى خط النهاية ليعلن هذا الفوز ويهدي الناموس لمالك. تهانينا تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك نجد سيف بن علي بن راشد بن سويلم. التوقيت الزمني 13 دقيقة 21 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. المركز الثاني وصل مع ثاني المراكز نجد أيضا، نجد مطر بن عتيق بن مطر القبيسي 13 دقيقة 23 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصل المختبر، المختبر وصل لتوقيت الزمن 13 دقيقة 24 ثانية. بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لمالك المختبر عفاس الكريبي المري.